السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة هذا المساء من برنامج المشهد. منذ تأسيسها منتصف القرن الماضي، لا تزال نظافة العاصمة نواكشوط عصية على كل الحلول. مسار نظافة العاصمة سلك منعرجات كثيرة، بدأت بالبلديات ثم المجموعة الحضرية التي تعاقدت مع شركات وطنية وأجنبية، تارة غير أن العاصمة بقيت غارقة في بحر من القمامة رغم كل المحاولات. آخر الحلول حملة من مرحلتين بدأت لهما بالتعاون بين الدولة وأرباب العمل والمؤسسة العسكرية، واستمرت 5 أيام، بدأت السبت الماضي وانتهت قبل يومين، على أن تستمر المرحلة الثانية لاحقا، والتي تهدف إلى المحافظة عبر استراتيجية واضحة على النظافة التي يفترض أن المرحلة الأولى خلفتها. في حلقة هذا المساء نناقش ملف نظافة نواكشوط والمسارات التي سلك، وأي فرصة لاختلاف هذه الحملة، وما ينتظر أن يتليها من أي فرص للنجاح. معي في هذه الحلقة لبات الإتاه، مدير مؤسسة نظافة تعاقدت مع المجموعة الحضرية في وقت سابق. أهلا وسهلا بك. لو بدأنا بموضوع نظافة نواكشوط، على الرغم من كل المحاولات التي جرت من البلدية تارة، المجموعة الحضرية، التعاقد مع شركات وطنية وأجنبية، على الرغم من كل المحاولات، يبدو أن نظافة العاصمة نواكشوط عصية على الحل. ما أسباب ذلك؟ شكرا أولا لقناة المرابطون لاهتمامها بهذا الملف اللي ذات الأهمية واللي يخص كافة المواطنين واللي يتعلق بمصير كثير من العمال من المؤسسات، يتعلق بالصحة للمواطن، يتعلق بالحياة اليومية للمواطن اللي دار المواطن في حزة بهذه النظافة اللي دائما على قباله، ندار في حزة بأنه ما تقابل تجمع القمامة في الأماكن وفي الطرق. وظهر لي عن ذي حصل على نتيجة من العمل الجبار اللي قامت به هذه التجربات الفايتة، بداء من عند شركة بيزورنو اللي توليت المجموعة الحضرية للعمل للسرايك اللي جاوا بلدها. بالتالي عادت فكرة عند المواطن أنه أصبح غير قابل أنه يتحمل وجود الغمامة قدام منازله، والله في الساحات العمومية، والله على الطرق. يعني أسباب هذا الفشل، هذه المرحلة الطويلة التي بدأت من البلديات ثم بيزورنو ثم المجموعة الحضرية التي تعاقدت مع شركات خصوصية وطنية، كل هذه المحاولات لم تستطع الوصول إلى استراتيجية واضحة تحافظ على نظافة العاصمة. لا هو هذا كامل راجع للحكومة الموريتانية. الحكومة الموريتانية هي اللي توفر الوسائل من أجل استمرارية النظافة. كل ما تتعاقد مع سرايك تعجز الحكومة، تصبح عاجزة عن تسديد فواتر هذه الشرايك. وقعت لها مع بيزورنو، وقعت لها مع حتى المجموعة الحضرية زمنها تشتغل معها، هي المتولية يخلق فيه قدر من تراخي مع الخلاط. وهذه السرايك اللي تعاقدت معاهم من جديد، احنا وهون نقول عن السرايك اليوم عندهم ثلاث مقاطعات. نحن سنأتي على تفاصيل العقود التي وقعت بين هذه الشرايك والمجموعة الحضرية، لكن الفشل راجع على مسألة واحدة، أن الحكومة الموريتانية ما تسدد فواتر الشرايك اللي قائمة بنظافة العمل. أعطيك مثال بسيط، احنا مؤسستنا من ديسمبر 2018 إلى اليوم الدولة ما قد خلصت. وبالتالي مؤسسة مطلوبة بنظافة مقاطعة كبيرة كيف دار نعيم، إلين تعود عندها تراكمات من 19 من الإخلاص، وبعض من السنة الماضية، هذا معناها عن فم نية ما هي حسنة. طيب كل هذه التفاصيل سنأتي على ذكرها. هذه الحملة التي بدأت السبت الماضي واستمرت 5 أيام، وأعلنت رئيسة جهة نواكشوط اليوم أنها كلفت حوالي 300 مليون أوقية قديمة، يعني أي أفق لنجاحها، أي أفق لجعلها مختلفة عن الحملات السابقة، الحملات الحكومية السابقة؟ لا هي أي حملة لا تعد فاشلة. هو القمامة
تصدر يوميا. يوميا تصدر من المنازل. الشعب الموريتاني عاد عنده منازل مستهلكة تستهلك الكثير من المواد، ويستهلك المواد المعلبة الكثيرة، وبالتالي ما خالق اليوم أسرة ما عندها قمامة تمرقها بريقة مليانة، زقيبة، زقيبتين، ثلاثة. المتاجر اللي صبحت مسيطرة على الدسرة كاملة من كل بليدة كلها مرق التزقايب أربعة خمسة من القمامة، وبالتالي الشركات اللي يجمعوا من الناس ويصبوا على طلي، العملية لابد لها أن تعود مستمرة ليلا ونهارا. معناها عن حد معدل الحملة، أنا عنها لا يصقلها، غير اللي نوقف عنها نهار واحد تصبح كشيء لم يكن، تعود ما قد انصقلت. بالتالي حد زقلت 300,000 في حملة، هو المؤسسات اللي مطالبته بقل من 200,000 من 200 مليون ويزقلت 300 مليون قالبوا يخلصها، معناها عنه ما يدور استمرارية، معناها عن ما فهم. احنا المؤسسات اللي بتولي العمل ما في حد عيطنا لوجهة نظر، الحكومة الموريتانية ما عيطتنا وجهة نظرنا، ما عيطتنا للمشاركة، ما عيطتنا لأسباب، حتى الأسباب ما تستفسر لماذا تراكم القمامة. لكن وزارة الداخلية في بيانها الذي تلا بداية تلا الإشراف على إطلاق الحملة قال بأنه الحملة لا يمكن أن تكون حل نهائي. قال البيان كان واضحا في ما يتعلق بهذه النقطة، لكن قال إن خطوات أخرى ستتبع هذه الحملة لاحقا للمحافظة على ما خلفته هذه الحملة من نظافة للشوارع. هذه الاستراتيجية أنتم انطلاقا من خبرتكم في موضوع مجال النظافة، بما أنكم تعاقدتم مع المجموعة الحضرية لسنوات طويلة وعملتم في هذا المجال، هذه الاستراتيجية أي أفق لنجاحها؟ أي أفق لجعلها لأن تكون مختلفة؟ أي استراتيجية؟ هم ما فهم استراتيجية؟ لا، الوزارة قالت بأنه هناك استراتيجية تبدأ بهذه الحملة التي تستمر خمسة أيام، تتبع لاحقا بخطوات تكون للمحافظة على ما تحقق خلال هذه الخمسة أيام. الحكومة الحالية جبرت واقع قدامها. إحنا الحكومة اللي سابقهم هم عدر التعاقد مع شركة باسم أرباب العمل سابق يعدلوا الفسخ معنا إحنا، وبالتالي إحنا علمونا بفسخ العقد 14 يوم فاتوا عدلوا العقد مع الشركة الأخرى. هذه الشركة الأخرى اللي باسم أرباب العمل، وبالتالي منها تعود كبيرة قوية كل شيء، هي اللي خلال أربعة أيام من توقف المؤسسات صبحت الدشرف هذه الوضعية اللي فيها وما زالت قائمة فيها. بالتالي صبحت الشركة العمل ما تقدر تنفذه، ما عندها إمكانياته، الدولة ما هي موفرة لها شيء، الحكومة ما هي موفرة لها شيء، وهم كأرباب عمل ورجال أعمال ما هم دائرين فضتهم من أجل أنهم عدوا طالبين الحكومة الموريتانية بشمن الديون قبلهم، مؤسسات خرمزاتهم طالبتهم لها عام ما خلصت، بالتالي مدة الأود للربح تفكر في الطريقة كاملة. بالتالي أنا ما شفت استراتيجية هالحكومة الجديدة جاءت على الواقع، وأنا ماني عالم باستراتيجية فات قبلت في ذي الطريقة. حتى إحنا أهل العقود اللي كانت معانا ما عيطتنا تستفسرنا، والله تقدر تخلصنا، والله تطلب منا نواكبه، والله كنا يحتفظ باللي عنده بينما يديروا استراتيجية جديدة. ما خليكش. وزارة الداخلية التي تتولى هذا الملف أعلنت عن هذه الاستراتيجية التي حدثتك عنها. الحملة تستمر خمسة أيام، شملت أغلب أو كل مناطق العاصمة، قامت بتنظيف الشوارع الرئيسية والمكبات الرئيسية نظفتها. الخطوات اللاحقة تقول وزارة الداخلية هي المحافظة على هذا الإنجاز. هذا يعتبر ضمن الاستراتيجية التي تحدثت عنها الوزارة، لكن لم يتحدث عن طريقة المحافظة على ما أصبح الحالة التي أصبحت فيها اليوم المقاطعات. هذه الحالة إذا كانت تعتبر جيدة اليوم المقاطعات وأنها نظيفة، كيف سيحافظون عليها حتى تأتي شركات أخرى أو استراتيجية أخرى للتمكين من القيام بالعمل اليوم؟ هذا ما نعلن عنه، هذا ما نعلن عنه، لا نفهم استراتيجية غير ما نعرفه شيء. طيب الآن ما طبيعة التحديات التي تواجه عمل نظافة مدينة نواكشوط؟ ما الذي يمنع من
من يعني استمرار نظافة النواكشوط، طبيعة العوائق؟ هو بسيط، هو عمل النظافة هو من أبسط الخالق، خاصة أن فهم يسر من الأمور معاون فيه. غير عنده مسألة أساسية لا بد من تعود الحكومة راس داله، مبلغ موجود يقد يخلص به ذاك الوقت، ما يعود له يؤخذ ملي عن طريق الرشاد اللي يعطي فيه 3 أشهر 4 أشهر المؤسسات ما خلصت. بالتالي لين عود ما مرصود له مبالغ اللي مخصصة له تعود مرصودة له وتعود تقد تنجبر، هذه أولا ما يلزم. ثانيا لابد من تعود فم مؤسسة مختصة في المتابعة، متابعة العمل، تقييم المؤسسات، هاي ما هي خالقة. كانت خالقة لازم من بيزورنو. لأن معاك بيزورنو ما تتفهم المؤسسة اللي كانت مختصة بمتابعة الشركة وتقويمها وتقويم عملها، هذه ما خلقت. طيب الآن أنتم تطالبون، أنتم كشركات نظافة تطالبون ببعض المتأخرات في الحكومة. البلديات أيضا قبل أيام أصدرت بيان تطالب فيه بإعادة ملف النظافة للبلديات. نبدأ بالنقطة الأولى، ما طبيعة المشاكل التي بينكم أنتم في شركات النظافة والمجموعة الحضرية التي سببت هذا التراكم الذي وصلت له القمامة؟ والله شوف، النقطة الأولى تسديد، رانا تكلمنا عنه قاعد تسديد ديال تعود شهري بعد ما طرحوا الفواتير، وهذا عدلناه في العقد التالي، عدلنا ان احنا نطرحوا الفاتوره من بين 1 الى يوم 8، والمجموعه الحضريه يلا تدرس الفاتوره من يوم 8 الى يوم 21 تصححها، ومن يوم 21 تمشيها لوزاره الماليه تسددها الى يوم 29، عندها الى يوم 29 تسددها فيها. هذا قاعد ما قد تخليك، هذا درك ما قد خلق، يعطيه 3 أشهر 4 أشهر. وبالتالي يطالبون بان نجيبوا من الوثيقة من عند الولاية بان المقاطعة نظيفة، وهذه ما هي خالقة ولا هي في العقد ولا شيء. احنا بينا معاهم يخلصونا على اللي نجمعه ونرفدوا ونقيسوا به 25 كيل اللي هي تيفيريت ونصبوا فيها، هذا هو اللي يالتهم يخلصونا عليه، ذوك توقتهم اللي يالتهم يخلصونا عليه. يغير طراوا هما عن تعود فم وثيقة من الولايه ومن عند الحاكم، نجيبوا الحاكم ونجيب الوالي وكل ما يعطينا طاقه ان المؤسسه ما فيها نقطه سوداء انها تعدل حتى انها يخلص. غير هذا هم اللي يعدلوه. مثلا انا جبت لهم طاقه الشهر الاول، الشهر الثاني، الثالث، هذا كلهم نجيبوا لهم من عند الولايه. الرابع هذا ما فيه اي تسديد. الى الخامس ما فيه تسديد. المؤخرات اللي باقيه سابق ذاك ومنصوص عليها في العقد انها يلا تخلص لنا ما خلصت. هذا الجانب متاخرات من ماذا؟ متاخرات من 2017، متاخرات من 2017 و2016. جات عليها 20% من 2018، وجاء عليها شهر من 2018، وما زرى من 2019 الى اليوم المؤسسات ما خلصوا. اذا هذه الحاله الماديه، هون الحاله الفنيه اللي كان واجب على المجموعه الحضريه تعاقدها معانا، دارت لنا في دفتر الالتزام عنها لا يتوفر لنا بليده، هي اللي يتلاحق فيها الوساخ، نصبوا احنا فيها الوسخ وتعود مقودرة عليها تقودير وعليها قرياج ويدخلوا فيها الوتات المؤسسات يرفضوا منها ويطرحوها. هاي درك تتولى حتى افهم، يعني تتولى المجموعة الحضرية تجميع هذه القمامة من مختلف مناطق العاصمة؟ لا، ما هو تجميعها البلد، بل تجمع الاوساخ في كل مقاطعة. يلا يعودوا هما موفرين البليدة مدصة كبيرة مانعة، تعود قدوا الشاحنات يمشوا عليها ما خسرت. وتعود هم اللي مزقنا بها عليها تقودير كبيره وعليها الاسلاك، اياك ما يقد ينتشال منها شيء ولا يقد ينتشال منها شيء ولا نحرق ما يطير. بالتالي هذا حتى اليوم ما هو عدل. النقاط الاولويه للتجمع في القرى مثلا الاحياء، هذا يا الله يحدوهم ويفرصوهم. اليوم اللي تطرح حاويه في بليده يشوك المواطنين يقول لك هاي فرصه تقلعها عنه. اي نقطه خلق فيها تجمع اولي تجي وتنقلع، هذا يلا هم يثبتوا قانونيا وثبتوا هم والاداره قال عنها فرصه للحاويه، فرصه اللي تعود هون بها اللي خلق فيها التجمع ترتفع. قال هذا ما اليوم قابل حد، هذا غلبهم ما قدوا عدلوا. طيب نتحدث عن هذا في الفتره التي كانت المجموعه الحضريه تتولى اداره الملف، قبل تاسيس المجالس الجهويه التي تولت إدارة الملف حسب النصوص القانونية. الآن هل هناك
تعاطي معكم؟ هل هناك نوع من التنسيق بينكم أنتم وجهة نواكشوط التي تتولى هذا الملف الآن؟ اسمح لي أن أخذ فاصل قصير قبل أن أسمع منك الإجابة. مشاهدينا الكرام، نأخذ فاصل قصير ثم نعود، لا تذهبوا بعيدا. قناة المرابطون تعيش معكم يومياتكم وتقف إلى جانبكم، توصل الصوت وتوضح الصورة. نتابع معكم الجديد عبر نشرات إخبارية مفصلة وموجزة باللغة العربية والفرنسية. كولا ولف سوني، نطوف معكم الوطن بل والعالم بتقارير تعكس الواقع من الداخل ومن العاصمة نواكشوط، تحكي آلام وآمال المواطن. نقدم لكم برامج متنوعة تناقش مختلف الاهتمامات، سياسية وتشريعية وثقافية ورياضية وقضايا الرأي العام. نتوخى السبق ونحافظ على المصداقية ونجسد الموضوعية. المرابطون، الوطن بكل أبعاده. حياكم الله مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من حلقة هذا المساء من برنامج المشهد التي نناقش فيها ملف نظافة نواكشوط على ضوء الحملة التي قامت بها الحكومة مؤخرا والتي ينتظر أن تتبع بأخرى، قالت وزارة الداخلية أنها ستقوم بها. معي في هذه الحلقة لبات وليتا مدير مؤسسة نظافة تعاقدت مع المجموعة الحضرية سابقا خلال إجراءات الحكومة الرامية لنظافة مدينة نواكشوط. أهلا وسهلا بك. قبل الفاصل كنا نتحدث عن موضوع نظافة نواكشوط. هذه الإجراءات التي تقول بأنها كنتم تقومون بها بالتنسيق مع المجموعة الحضرية، الآن مسؤولية نظافة نواكشوط انتقلت إلى جهة نواكشوط، هل هناك تنسيق بينكم وجهة نواكشوط؟ والله جهة نواكشوط وكلفت مؤقتا، ما نعطاو لها الصلاحيات، وكلفت مؤقتا بتسيير الملف حتى إشعار جديد. غير بعض من الساعة اللي جات الجهة، المعاملات حسنة طيبة، أي شيء مشينا لهم يجاوبونا في الوقت، أي فاتورة طرحناها عندهم يمشوها لوزارة المالية، وزارة المالية هي اللي معرقلة الخلاص، غير فاتورة منين مشوها لهم؟ يمشوا هما الوزارة المالية، وبالتالي المعاملات معاهم جيدة والتفاهم من الساعة اللي جا. غير ما جاوا عندهم استراتيجية البقاء عندهم مؤقتا، شي مؤقت. بالتالي هما عندهم ست مقاطعات واحنا عندنا ثلاث مقاطعات. هما عمالهم هما عاطين المؤسسات خرات، غير معدين معاهم تعاقد مؤقت لا شهر وشهرين. غير عمال ذوك المؤسسات تخلصهم الجهه وتقتطعهم من المؤسسات الاخرى، وبالتالي عادوا عندهم ذوك عندهم شي قاع يقدوا يخلصوا عمال. احنا هذو المؤسسات ثلاثه عمالهم، فيهم واحدين لهم 5 أشهر ما خلصوا، فيهم واحدين لهم 4 أشهر ما خلصوا، واحدين لهم 6 أشهر ما خلصوا، بالتالي حد عماله ما خلصوا. طيب نحن هنا نتحدث عن الفتره التي تولت فيها جهه نواكشوط اداره الملف. قال من الساعه اللي هم ما يخلصوا، وهم ما عندهم الفضل ولا تعنيهم، هم يعنيهم الفواتر اللي مشوا لهم، احنا الفواتر اللي مشوا لهم يقبضوهم ويحولوهم لوزاره الماليه، بالتالي وزاره الماليه هي اللي يلا تخلص. طيب وهل هناك مبررات تقدمها وزاره الماليه؟ هل هناك اي تواصل بينكم؟ هل هناك قنوات بينكم انتم ووزاره الماليه؟ وزاره الماليه كل حد يعرف عنها ما تسدد الفواتير في الوقت، عندهم اللي قالوا الرشاد مرة يفتح ومرة ينقفل، ما عنده لا عنده وقت يفتح فيه ولا عنده وقت ينقفل فيه، ولا يتم اللي ينقفل ذيك القفلة ما يعرف حد هي شنو هي. وإحنا بعد فواترنا لهم 4 أشهر عندهم طرحها ب5 يتلاحقوا، وبالتالي وعندهم بعض من الأمور ما هو عند حد آخر، هم ما يعملوا بالقانون، هم يعملوا بالتعليمات، يقول هذا فيه تعليمات وهذا فيه كذا وهذا، بالتالي ما فهم شيء إداري. وزارة المالية اللي فيها اليوم أسلوب ما هي إدارية، يلا تنقبض له أسلوب إداري تعود تخلص. يا غير قاع يقول لك عن النظافة
خلاص همنين يعود يأخذ من عند الرشاد ما لا يتخلق أبدا به اللي يتم دائما في تقاعس في ابتكارات إنين يعود ما مرصود له كيف كان معدل بيزورنو. أنا نختار نرجع لك شوي على تاريخ نظافة نواكشوط يا كيف فهم المشاهد الطريقة القديمة والطريقة اللي موحول فيها الطريقة التي تواصل بها الحكومة الآن خلال هذه الحملة. أولا نشوف هو النظافة كانوا متولين هالبلديات البلديات ما كانت تملي الدولة، الحكومة ما كانت راصدة لهم من المال الكافي، لم يكن مبوبا عليها في ميزانية في ميزانية الدولة قاع من نفسها. هو اليوم مبوب لها في ميزانية الدولة، غير اصلا ما مبوب لها زمنها عند البلديات. بالتالي البلديات ما كانت تصقل الدشرة، كانت الناس توطى على الوسخ، وكانت منين تفوت بليدة خلق حتى تجيها مدة جيها الجيش كم من مرة تدخل 97 98 99 2000 2001 2003 كل سنة كان يتدخل دخلنا وش يخلق. كانت الناس لا يديروها لا على اطراف المدينه، المدينه ساعة قصيره من دار لا على اطراف المدينه ينكبها زريها. غير احمد الحمزه اللي كان على المجموعه الحضريه اول حد اول شيء فكر فيه طريقه معالجه النفايات، فات عاد عندهم بليده للطمر للوسخ، وبالتالي خاصه طريقه يقدروا يتفادوا بها. اطلب من الاتحاد الاوروبي التدخل بالتمويل، والاتحاد الاوروبي وافق على انه يمول نواف نواكشوط لمده سنتين وعدل مناقصه بين شرائك اوروبيه، وجات شركه بيزورنو دراغي وجات قبضت هي اللي نشحت في المناقصه وجات وبدت في العمل، وبالتالي تمويلها العمان الاولي الاثنين كان على حساب الاتحاد الاوروبي، خاص الحكومه الموريتانيه اللي بقت تتابع مع المؤسسه تابع معها، والله ما اللي تقطع معها تقطع معها. اختارت الحكومة الموريتانية بأنها تتابع مع الحكومة مع شركة بيزورنو، وعدلت معها ذوك الأسعار اللي كانوا مقبضة، والأسعار أنا ذاك ضخم، كانت مؤسسة تقبض 15,500 للطن هون في نواكشوط على المجموع في نواكشوط، وتعدلوا المعالجة هك ب 4000 اللي هي الجميع 19,500 في الوقت اللي كان المحروقات ما يلحقوا 200 وقيم في معادل يلحقوا 220 230 وقي الليتر اللي هو الفوقاني كانوا لاحقين، اليوم ب 384. انا ذاك منين لحقت جزمن وعادت المؤسسه مطالبه بزياده بها اللي موجوده في بشكل مختصر حتى ننتقل شور المحاولة. بشكل مختصر ظهر لي عن فم بعض من الناس ظهر له عن هذه المؤسسة الأجنبية بأنها مثلا نفقاتها ياسرة وبأنها قد حد يستبدلها بمؤسسات أخرى، مؤسسات وطنية والله بينهم معها قدر من المشاكل. المهم منها ما وفر لهذاك الدور، ومنين وقفت أنها ما وخلصت انقلع منها العقد. وهنا انتقل الملف للمجموعة للمجموعة الحضرية للمجموعة الحضرية. المجموعة الحضرية الشهر الأول تولاته زقلت فيها 800 مليون شهرية، نظافة نواكشوط ما كان يقارب 51,000 تقريبا للطن. وتدخلت فم وزارة المالية ونقصت نفقاته وتبارك معي اللي رجعت ل 31,250. عدل الصم مناقصة، هذا غريب ان فم جهات ما تختار الملف ينجح. عدلوا مناقصة قالوا عن اي شركة اقترحت اكثر من 9000 وقية للطن بأنها لا تصبح مرفوضة من المناقصة، تقصى من المناقصة. بالتالي المؤسسات اللي شاركوا منهم مؤسستنا جبروا بأنهم هم دايرين بأن المؤسسة يلا مثلا الشوارع الكبار اليوم تنزع عنهم القمامة مرة، والنهار وخر من كل النهارين تعدلها العملية اللي هي 3 مرات في الأسبوع. منين جاوا المؤسسات هو منين ينزعوهم على الصباح يعود القايله يرشع، منين يعود الدحميس يرشع، وبالتالي عادت العمليه تعدل 3 مرات للنهار بدلا من 3 مرات للاسبوع. لكن العقد ينص على انها يقام بها 3 مرات في الاسبوع. في الاسبوع. في الاسبوع، مثلا نحن نقوم به اليوم والصبح ما يلا نقوم به، نعدلوا النهار ما الصبح. غير مناسبه ما في مؤسسه فنيه تابع
كان المتابعة عدلت عند الإدارة، والإدارة ما هي قادرة على المتابعة بين اللي ما عندها عمال يقدروا يتابعوا المؤسسة تديرهم معاها، وذاك اللي كان مرصود المجموعة المؤسسة لدي، لكن اللي كان مرصود 200 مليون كانت مرصودة لدي من أجل المتابعة ما نعطاه الإدارة. طيب كل هذه المشاكل مستمرة منذ تولي المجموعة الحضرية ملف نظافة نواكشوط، وأنتم أيضا كنتم مستمرون في التعامل معها بغض النظر عن طبيعة التعامل. لماذا السكوت على كل هذا؟ لماذا السكوت على كل هذه المتأخرات إذا كانت فعلا موجودة، إذا كانت فعلا مستحقة على المجموعة الحضرية طوال هذه الفترة، إذا كانت المتأخرات وصلت أكثر من 200 مليون كما تقول؟ ما في سكوت. احنا نكتبوا لهم يوميا ونطرحوا لهم فكرتي، وعندنا مصرف، احنا مالي من المؤسسات. الغريب انهم يشتغلوا مع مصرف واحد اللي هو البنك الجديد الموريتاني NBM، اللي عارف بعض من المشاكل اللي عاد قريب من السنه عنده هذه المشاكل اللي واجه مشاكل تهدده بالإفلاس. اذا بهش به اللي كافة المصارف الموريتانية أبات فرشقت عن أي عملية في المجموعة الحضرية ما هي قابلة تقدم لها ضمانات، به اللي فهم قدر من المؤسسات تعاقدت معها المجموعة الحضرية وتحل معها العقد ويرجعوا الضمانات على البنوك، وبالتالي ما تفهم أي بنك قابل التعامل معها. كان فهم هذا البنك وحده قابل التعامل. طيب هذا كان منذ فترة، كان منذ من قبل 2017. هذا هو البداية، كانت 2016 حتى 2017 خلقوا طرحوا هذه المشاكل لين وقفوا العمل. وقفوا العمل وخلق فسخ للعقد. فم عقب اجتمعنا احنا والإدارة وعدلنا اتفاق جديد وعقد جديد نزاد فيه السعر ونتقصوا فيه المساحات اللي معروفة للنظافة، وندارو فيه الشروط للتسديد انهم يعودوا من كل 30 يوم. هذا موقع، هذا التسديد الخلبي، والضمانات الاخرى اللي قابضين في العقد انهم لا يعدلوها ما قامت به الإدارة ولا قامت به المجموعة الحضرية. ايوه خلقت، كانت سنة من الانتخابات اللي الناس ما هي موجودة في مكاتبها، اللي ما في حد مهتم بأي ملف، وهذا كامل على حساب المؤسسات وعلى حساب نظافة نواكشوط. طيب الآن نعود إلى موضوع نظافة نواكشوط، ولم يبقى لنا الكثير من الوقت. هل هناك تنسيق بينكم أنتم هذه الشركات التي تولى نظافة ثلاث من مقاطعة نواكشوط؟ هل هناك تنسيق بينكم مع وزارة الداخلية خلال المرحلة القادمة التي قالت إنها ستتبع حملة خمسة أيام هذه؟ لا لا، احنا كان بيننا تنسيق وتجابر مع وزارة الداخلية السابقة، غير هذه الحكومة الجديدة ما بيننا معها اي اجبار حتى الان، ما استشارونا ولا جاوبوا الكتاباتنا، ولا مع العلم بان هذه المؤسسات اليوم ما فيه مؤسسة تمتلك الامكانيات اللازمة المختصة للقمامة. ما هو هذا ايش رايك ثلاثة من اللي عندنا أكثر من 30 سيارة تجمع الوسخ اللي يقولوا لها بنتاسيز اللي خاصة فيها. طيب هل لديكم معلومات بشأن من ستتعاقد معهم وزارة الداخلية، من يتم التنسيق معهم للقيام بعمل نظافة نواكشوط خلال المرحلة القادمة؟ هي هم فاتوا عدل، والحكومة فات عدل تعاقد مع اللي قالوا أرباب العمل. احنا اللي نعيطونا قلنا احنا ما لنا من أرباب العمل، احنا مقاولون. قالنا هذا الفرق بين احنا مقاولين، معناها عنا نقبضوا العمل ونعدلوه ونتكبطوا ونوقفوا له في الشمس ونجيبوا له آليات لو نعدلوه. أرباب العمل بعض من الناس اللي يعدل يجبر صفقات التراضي ويجبر القطاعات الأرضية الكبرى ويجبر الرخص للصيد، وبالتالي إذا كامل اللي جابر عايد يطيح ليه بطريقة سهل ما هو كيف احنا، وبالتالي احنا هم ما نقدروا نشتركوا. ويعني وما طبيعة مستقبل هذه المشاكل، هذه المتأخرات التي تزيد على أكثر من 200 مليون؟ لا احنا ما فينا حد ما يسألهم أكثر من 300 ولا 400 مليون. احنا ذلك اللي ندور بطالبين به، اللا تسديد فواترنا.
طالبين به تسديد فواترنا، وذا اللي نسالوا لهم من اجل ان خلصوا هذا العمال البسطاء اللي يعانوا شمل الفقراء ويشتغلوا في القمامه ومستحقاتهم هي كانوا يجبروها. هذا هو اللي مطالبين. الاخر مسؤوليه الحكومه تعرف الصفه اللي تعدل بها، احنا ما نوشوها. اللي حد عيط لنا يقبض راينا نعطوه راي، غير الاخر ما نوشوها فيه. بذلك مشاهدينا الكرام نأتي على ختام هذه الحلقة من برنامج المشهد. باسمكم جميعا نشكر لبات وليتا مدير مؤسسة النظافة، وأشكركم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. إلى أن نلتقي في عدد جديد، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل. شكرا وإلى اللقاء.